ومنحبك ومنحبك ومنصلي لك ومنعبدك ومنحترمك. طب ليه بتعمل فينا هيك؟ ليه بتعمل فينا هيك؟ لما انت يا الله اجيت بكورونا واخذت امي وابوي وعمي وخالتي باسبوع واحد، واحنا نصرخ ونحكي يا رب لا تاخذهم لا تاخذهم. طب جرحتنا واخذتهم ليه؟ انا من حقي كانساني بحبك اني اسالك ليه؟ ليه بتعمل فينا؟ ليه؟ طب ليه؟ ليه احنا بنصلي؟ انا بصلي لك بحكي لك يا ربي انا ما بحب اغلط، ما بحب اعمل الخطيه، وبصلي لك بالدموع حاره بحكي لك ابعدني عن الخطيه. طب ليه ما بتساعدني؟ ليه؟ طب ورجيني وين انت؟ ورجيني شو مقاصدك؟ طب شو بعرفني انت اذا بتعمل هذا لخيرنا او لشرنا؟ طب ورجينا، احنا بشر. طب انت خلقتنا بشر مصنوعين من طين ضعيف، وخلقت معنا الشيطان اللي بتحكم مصنوع من نار. طب بتبلشان فيي ليش؟ ليه ما تبلش بالشيطان الاقوى اللي بتخلي الشيطان هو اللي يسيطر حياتنا؟ ليه احمد؟ يعني انا اسفه بس انا بحب الله كثير، بحبه جدا، بس هاي اسئله من بثك انت كملحد ما بتؤمن بوجوده؟ بصرخ له بحكي له ورجينا نفسك، تعال فهمنا انت شو بتعمل. مين ليش تاخذ ابوي مني؟ ابوي سندي، ابوي حبيبي، وخلتني اعيش وحيده بهالدنيا. ليه 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 ما بتسمع الصلاه؟ ليه لما اصلي لك نجيني؟ ليه ما بتنجيني؟ ليه؟ وين انت؟ انت اذا بتحكي مثل ما بيحكوا انه ابتلاء انت غلطان. انت لما تبتليني انا بشك بوجودك، انا ببعد عنك. اذا انت عن جد فهمان انه اذا بتبتليني بقرب منك انت غلطان، انا راح ابعد عنك، راح اشك بوجودك مع كل هالصلوات، مع كل مع كل الاعمال اللي بحاول اعملها بحياتي لحتى ارضيك. طب انت شو عامل لي؟ ليه بتعمل؟ ومع ذلك انا بحبك لغايه هاي اللحظه، يا الله انا بحبك، بس وينك؟ تعال ورجينا نفسك، احكي لنا انت مين؟ ليش هيك بتعمل فينا؟ ليش هيك بتضايقنا بالحياه؟ انت خالقنا عشان تعذبنا يعني؟ طب ليه تخلقنا لك؟ هاي اسئله اخ احمد طول اليوم هي بتدور بدماغي. انا اسفه بس فعلا فعلا انا كثير محروقه محروقه، لانه هذا الاله اللي مش سامعني وينه؟ وينه؟ بدي اشوفه، بدي يحكي لي باي علامه باي شيء، يحكي لي انت وين؟ انت ليه اخذت مني ابوي وامي باسبوع واحد؟ ليه؟ ليه؟ ليه تجرح الانسان اللي انت خلقته؟ ليش تخليه يعيش بهذا الحزن؟ ليه؟ شو هدفك يعني اذا انت فعلا هذا اللي بتعمله انت؟ أنا آسفة بس فعلا هي أسئلة بتدور بقلب كل إنسان مؤمن. أوعى تفكر أخ أحمد هذول اللي بيطلعوا يدافعوا، هي أسئلة بتدور بقلب كل إنسان مؤمن، كل إنسان مؤمن. ما فيش إنسان بيبتلي البلاوي كلها وبيحكي لا بدي طب إيش أنا أشوف؟ ما أنا وين مخي؟ مخي فوق هذا؟ إذا أنت فوق طاقة هذا المخ اللي صنعته، طب وقت نازل، تعال تنازل بأي طريقة ورجيني نفسك، تعال على قد عقولنا يا أخي. هو المفروض إن هو سمعنا دلوقتي لو هو موجود، ويعني أكيد مرحب به هنا لو عايز يعمل مداخلة معانا من ستريم يارد من تيك توك، يتصل على الواتساب، يخترق البث، يعمل أي حاجة، نحب نسمع يعني رأيه ونجاوب على الأخت وعلى أسئلتها البريئة يعني. شكرا لك عزيزتي. شكرا لكم، شكرا لأخي محمد صالح، شكرا جزيلا.